قاع بولينجر ونحن قريبين قاع قناة هابطة صغيرة زي هذه، هو قال إنه هنا رأس كتفين، بس ما أدري هذا الكلام ما أنا ما مشي معايا كثير، بس أقول وين هل الرأس كتير؟ بكرة هل نحن فعلا يعني الآن في حدود الأساس إنه هذا رأس هذا كتف هذا كتف؟ المهم طيب لو طلعنا بكرة، إذا ما طلعنا واخترقنا كده ما في شيء جديد، الجديد فنيا لصالح السوق عشان نقول فنيا أعطى إشارة، لازم يصير المنظر ده بكرة، ولا السوق سلبي يعني. وأهم دعومنا الآن اللي هي حدود الترند هذا اللي ما بين قاع، هذا ترى هذا أداء السوق من سنة كاملة، هذا قاع نوفمبر وهذا الآن نحن في شمعة نوفمبر، هذه طبعا كانت في آخر نوفمبر تقريبا بتاريخ 30/11 ونحن اليوم بتاريخ 10/11، يعني باقي لنا 20 يوم ويكمل الشارت هذا السنة كاملة. في قاع أدنى من قاع أعلى من قاع اللي هو 10909 وده 10599. الأمل الوحيد فنيا إنه هذا ما ينكسر، ولو حصل كسر للترند هذا فهذا يعني امتداد للسلبية بشكل عام. في حاجة تانية إنه الإغلاق الأسبوعي فوق متوسط 100، يعني ممكن نحن نتحمل إنه ينضغط على أساس زي المرة الأولى بس ما يقفل الأسبوع ده تحت متوسط 100، لأنه الإغلاق تحت 100 برضو تأكيد للسلبي. ففي أمل أنه نرجع بشرط أنه ما يصير على اليومي كسر للترن وعلى الأسبوعي الإغلاق تحت متوسط 100. هذا بالمختصر المفيد، بس هذا اللي عندي.